دينية نظمت اليوم أسرة الحاج جمعة عبيد احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمنزل الأسرة الكائن بحي أم رقيبة بالدائرة الخامسة بحضور بعض الوزراء والنواب بجانب الأئمة والدعاة والسكان الدائرة. ياسر محمد أحمد. أصبح من المعتاد لدى أسرة الحاج جمعة عبيد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث احتشد عدد كبير من محبي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة الاحتفالية. وقد شهد الحفل العديد من الفقرات، أولاها تلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعد ذلك رحب بالحضور أحد المشايخ باسم الأسرة المنظمة، وقال إنه لشعور عظيم أن يجتمع هذا الجمع من المسلمين للاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف في منزلهم. كما تداخل رئيس بعثة الأزهر الشريف الشيخ عبد الله فريج والشيخ ميناوي بكلمات كلها توصي بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء ذكرى ميلاده جيلا بعد الآخر، حتى يظل حبه عليه الصلاة والسلام محفورا في نفوس أبناء المسلمين. أما الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجات الشيخ عبد الدائم عبد الله هو الآخر، قال إن إقامة مثل هذه المناسبات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اللي هي خير دليل على مدى انتشار محبته على مختلف أوساط المجتمع صغيرهم أو كبيرة. وقد أطر المادحون المناسبة بقصائد أثارت إيجاب الحضور واقشعرت لها الجلود للتعبير عن حب أفضل خلق الله. مناهج حق الحق دارا مؤبدا وتهدينا نهج الرشاد أئمة. كما احتفل السكان قرية القدم التابعة لمركز إداري لينيا، احتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الأسر الشريف بجانب سكان القرى المجاورة لقرية القدم. تقرير محمد السليك غلام وقراءة آدم حسن المكان. دأبت منذ سنوات قرية القدم بمركز إداري لينيا في تنظيم مثل هذه المناسبات الدينية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تجمع سكان القرية شبابا وشيبا ونساء بهذه البقعة الطيبة للاحتفال بهذه الذكرى التي رحب فيها رئيس اللجنة المنظمة للحفل أحمد جبرين بالمدعوين والوفود التي قدمت من خارج القرية. أما ممثل بعثة الأزهر الشريف الدكتور هاشم البكري فأثنى على هذه الخطوة الحسنة قائلا أنها تجسد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لدى سكان هذه القرية، كما تطرق إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه المناسبة الشيخ النور حسن حيا جهود رئيسة القرية حجة مريم هارون في تنظيم هذا الحفل سنويا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. سيدي يا رسول الله، إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى النظر في سيرتك، وما أشد حاجة المسلمين اليوم إلى الأسوة الحسنة بشخصك الكريم والاقتداء بما تركته بين أيدينا، حتى لا تجرفنا تيارات الضلال ونزعات الهوى وبعد. وتجدر الإشارة بأن هذا الحفل تخللته العديد من المدائح النبوية والأشعار. وقد خصنا الله بذاك النبي محمد مختار علي المقام.